داخل بعشيقة لا أكو تاكسيات ولا أكو نقليات، فقط اللي عنده سيارة ببيته. وصعوبة إن المرأة هنا مجتمع شرقي، إن المرأة تصعد أي سيارتي كانت يعني ما تقدر. دافع اللي خلاني هي حاجة المجتمع، نشفت حاجة بالأخص النساء. المشروع هو دورات سياقة للنساء، فالفكرة لاقت صعوبات بالبداية بس بعدين لا. أحب المغامرة يعني، أحب السيارة، وشفت إنه فعلاً هواية من النساء، أنا عندي صديقات محتاجين للسياقة، محتاجين إنه يقودون سيارات. جاني شخص قال لي أنا أريد زوجتي تتعلم سياقة بس أنا ما أريد مدرب، أريد مدربة. هذا الشيء كلش فرحني يعني. هواية صار انتقالات بالمجتمع اللي أنا عايشة به، إنه شيء فكرة جديدة، أنا نطاق نينة ومو فقط من ناحية بعشيقة. إنه ما راح تنجحين، إنه المرأة غير قادرة على إنه تصير مدرب السياقة، بس الإرادة تصنع المستحيل. لقيت أكو مطار مهمل بعشيقة، وأنا أخذت جزء بسيط من عنده وخططته. هذا يعني المشروع قبل سنة بديت به، وما زلت يعني أنا أدرب عليه. أتأمل بالمستقبل إنه يكونون جيل من النساء القادرات على قيادة السيارات لإحتياجاتهم. رسالتي للمرأة القيادة يراد لها أنه أنت تكوني واثقة من نفسك، ما تكوني مترددة، تكون عندك جرأة، لا تخافين من تصعدين السيارة، لا تخافين ولا تترددين، دائما تكوني واثقة من نفسك.